ساعات قليلة جدا بتفصلنا عن مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية وكتابة التاريخ من جديد ورانكينجز جديدة خالص مع سكواد ومع جيل رائع جدا للنادي الأهلي بإذن الله يكونوا قدها وواثقين بإذن الله إن هم هيكونوا قدها. مباراة مهمة لكل كمان خلينا نقول جماهير النادي الأهلي إن شاء الله تكلل بالنصر وبالفوز. عندنا كلام كتير جدا وخلينا نرحب بس في البداية بضيفنا العزيز اللي كان قبل الهوا على طول قاعد حزين قوي وانا خفت يكون ده بسبب توقعاته للمباراه فسالته استاذ محمود صبري طبعا الناقد الرياضي صباح الهنا طلع الموضوع شخصي ملوش علاقه بالاهلي لان انا خفت الصراحه والاهم انه فك كمان لا والله بجد القعده كانت مرعبه يعني كان في حزن رهيب صباح الهنا يا مسيو صباح الفل ان شاء الله حضرتك معانا ولعله خير الموضوع الشخصي لعله خير ان شاء الله لا 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 تعالى بقى ناخد نقطه نشوفكم لازم يبتسم يعني هو علشان صحيان بدري بس خلينا في البدايه نتعامل مع ماتش الاهلي واتحاد جده كنقطه انطلاق لتوقعات حضرتك بقى الماتش النهارده الى اي درجه اللي حضرتك شفته في ماتش الاهلي واتحاد جده يطمنك او ما يطمنكش على لقاء النهارده اللي احنا كنا خايفين منه قبل ماتش اتحاد جده ايوه احنا كنا بنراهن على ايه دايما وقلنا الكلام ده بنكرره دايما الاهلي يظهر في المواعيد الكبرى صحيح يعني ايه تبقى انت فاقد الامل ورايح مباراه وكله خايف ومرعوب دي ميزه الفرق الكبيره يعني الكيانات الكبيره ممكن تتعرض لها تحصل لك مش عارف ايه لكن عندك ثوابتك يعني بقول لك عظمك واقف يعني ثابت فبيجي برضه مهما يخبط فيك لا برضه انا جامد لسه ما بتكسرش يعني فاللي حصل انك انت استرديت روحك ميزه الاهلي وبطولاته وتاريخه اتصنعت بالروح يعني مع كامل احترامي اذا لم يمتلك الفريق روح واللعب بشراسه وقوه وتركيز شديد في المباراه عشان كده ايه اخطائك كانت قليله. هفواتك كانت يعني معدوده. صحيح. كان حاله سرحت سنه لكن ايه كان تركيز وسط فريق كبير جدا له كل الاحترام مدجج بالنجوم على ارضه وسط جماهيره وفي حضور جماهيرك العظيم اللي وراك في كل حته وفي كل مكان قدرت تقدم واحده من افضل مباريات سببت صدمه للكتير المساكين لغايه دلوقتي مش مصدقين. ده في قال لك اوعى تزعل النادي الاهلي لا 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 ده مش كده بقول لك ده في يعني في كلام يقول لك ايه ما نجيب له الهلال ما خد الهلال اربعه يعني انتوا في ايه مش عاوزين يبطلوا يعني عاوز اقول لك ايه يعني برضو الحسابات في الكلام انا برضو ايه عاوز اكسر لك فرحتك مش لاقي حل اعمل لك ايه برضو ما تنساش ان الناس صرفه جامد وكانت متعشمه بغير اللي شافوه انا معاك بس عاوز اقول لك ايه هناك لابد ان يكون لك تحليل منطقي واحترام للاخرين يعني انا اذا ما احترمتش المنافس بتاعي يعني عملت له تقويم بالصوره المطلوبه يبقى انا راجل مش منطقي. النادي الاهلي كان من ثوابت الانتصار انه احترم فريق اتحاد جده. احترام مش خوف احترام بقدرات لانك انت عندك تجربه ولعبت قبل كده مع ابطال عالم انت لعبت مع ريال مدريد ولعبت مع بايرن ميونخ وغيرهم فاكيد عندك ثوابتك اللي موجوده. النهارده اللي فرق ايه بقى؟ اتفاجئ بيه اتحاد جده في المباراه. اتفاجئ بفريق واقف. بفريق بطل. بطل افريقيا عنده كرته ثابت. عنده شغله اللي بيعمله في الملعب ما بيعملش وكانت مفاجاه كولر بكوكا. ايوه ها؟ طب محدش ايه؟ اللي ما خدش باله من كوكا عمل ايه؟ نقدر نقول له تعالى نقول لك كوكا عمل ايه في المباراه وكان نقطه تحول في ايه؟ انك انت هتواجه نص ملعب عندك كميه جري في نص الملعب ما بين رومارينيو وما بين كانتي وما بين فهجيب شاب صغير 21 22 سنه يقدر يلعب الدور انه يقفل مع الناس اللي فانا عاوز اقول لك ايه انك انت لعبت مباراه فيها روح فيها اصرار فيها شخصيه البطل طبعا كان ثابت وكان توفيق ربنا سابق ده كله ونعم بالله طبعا مفيش شك قبل كل حاجه وفق كولر في الاختيار ووفق اللعيبه ان هم كانوا في حالتهم في المباراه وده اللي احنا بنتمناه وبندعوه من امبارح ان النهارده يكون يا رب بالتوفيق حالفنا يكون النهارده لاعبين في قمه التركيز ويكون في قمه مش خوف احترام احنا لنا تجارب مع الكره البرازيليه ليست لصالحنا لعبنا معاهم خمس مواجهات ودي المواجهه السادسه كسبنا مواجهه واحده بضربات ترجيح امام بالمراس وخسرنا اربعه اتمنى ان احنا نكسر ها نكسر يعني عاوز اقول ايه نكسر هذا الاخفاق بتقديم مباراه كبيره جدا والدفاع عن خلاص دي اخر بطوله والنسخه طبعا. نفسنا بجد والله نفسنا ونفس جمالنا ان احنا نروح نلعب مباراه نهائيه